الكاتب الاستاذ محمد الشربيني، كنت عايز اعرف من حضرتك ايه اللي حصل معاك بالظبط لما رحت دار الافتاء المصريه اللي في الدراسه وطلبت منهم اجابه سؤال ديني معين. انا رحت الدراسه اسال عن سؤال، انا بكتب كتاب عن السواق العربي الاسرائيلي، انا يعني جزء ديني فيه، في اسئله مش عارف احسمها، يعني قرات فيها كتير مش عارف احسمها. رحت خدت معايا من يعني الموجود في الدراسه المسؤول عن الافتاء، رحت اساله على الاسئله اللي عندي، فكان النتيجه انه طردني، يعني قال لي الاسئله دي ملهاش لازمه تسال فيها، وطرد من المكتب بتاعي. كان ايه السؤال تحديدا اللي سالته؟ كان السؤال ايه الاماكن الدينيه اللي من حق اليهود في العالم يصلوا فيها؟ في القدس. في القدس. تمام. يعني زي ما احنا المسلمين بنحج، كل المسلمين في العالم بيحجوا في الكعبه، والمسيحيين بيحجوا في بيت لحم، الاماكن اللي من حق اليهود يحجوا فيها؟ هل حائط البراق؟ هل قبه الصخره؟ هل نص الحرم الابراهيمي؟ هل قبر يوسف؟ الاماكن اللي بتاعتهم احنا كمسلمين مش معترضين عليها. تمام، كان اجابته ايه بقى لحضرتك؟ اجابته اسئله ملهاش لازمه تسالها. ايوه. هو استفاد ايه لما تسالها؟ وطردني من المكتب، ما جاوبنيش عليها. طب وايه مشكلته ان هو يطردك وما يجاوبكش يعني؟ هي المشكله ان انا هكتب رايي، خلاص مش عاوز اجابته، انا هكتب رايي انا، يطلع اي حد يدفع الزرقاء دي. انت ازاي تتكلم في موضوع زي ده من غير ما تسال المتخصصين؟ وانت مش متخصص. طب يا جماعه نسال بقى المتخصصين، ما بيجاوبوش عليه. ويطردونا كمان. ويطردونا يعني ماشي، ما عنديش مشكله قوي في الدرجه، عندي مشكله ما يجاوبنيش يعني، حتى ما حولنيش لحد متخصص يجاوبني، وكان مفيش حد متخصص يجاوب على الاسئله دي. فانت حضرتك خايف انك تقع تحت طائله قانون ازدراء الاديان. قانون بيسجنوا بيه اي حد دلوقتي، يعني بيسجنوا بيه اي حد، اللي بيتكلم في اي حاجه بيسجنوا بيه، تخيل بقى موضوع زي موضوع الصراع العربي الاسرائيلي. تمام. ايه الوضع يعني؟ الف شكر لحضرتك الكاتب الاستاذ محمد الشربيني، شكرا جزيلا. شكرا.